الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى ما دبر لي ما دبر ايوه معذري ايوه دواك واحد دبرني هي بغاني اما ايوه تاول يمي هي بغاني ايوه انا بوركو ناتا انا مغو بانا ورا سجودنا salwa di jama do da de barne bon anam guruku anara guruku ngaba nga da sujina anda nya anyara nga be salle no ni hibe woro alla na on tax da gesu koni zerunda ke bala ni assalam ngara ngama dhoira gel hige ya jope yo bon mu ngi ebe gani anga ni nangom mu salle no kunya ngana dagi appartina ayo alla ta sa gende kata yo khunuzu mi sharia ni gini is asking about to make in the qunut. Is say today now we don't do the qunut. Is say you don't forget sometime the qunut area is after ruku. Sometime after ruku directly you go to sujood. If you go to sujood already you cannot back make a qunut because this is the role of the qunut. So if you pass his area you cannot back. So therefore unless we before we start the salah, I think I do. Even in second rak, I think I do. But after ruku, I forget to go to sujood each at khunut. You don't forget them. We pray for them. We don't complete the salah. We just pray for them. Pray for them in the sujood. We pray for them in the ruku. But something is between with us and Allah. So we ask Allah answer our dua. Me and you all the time pray for them because they need our dua. So they're killing for nothing. So the war between the army, but not between the army and the civil and the citizen. Citizen do not do nothing. They kill children, kill women, killing old people in hospital, in the masjid, in church. Everywhere they killing, they cut the water, they cut the electricity, everything. So if they are hero, they do go outside with the army. No bomb the citizen like this, the civil like this. This is not something right. We ask Allah, may Allah protect them. May Allah have mercy on the shuhada. May Allah heal and give fast recovery for injured people.
So we ask Allah for them all the time. Don't forget in your prayer, in sujood, before salam, this area of dua. Prophet sallallahu alaihi wasallam say, in the sujood, you are close to Allah to, in the sujood more than any time. When you are sujood, so you have to do your best in the dua. So you make dua for yourself and make dua for your brothers, especially the brothers, they are in a difficult situation like this in first thing. And before salam too, after you recite your tahiyya, salat ibrahimiyya, and Allahumma inna azbika min azab jahannam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam do dua before salam. So therefore sometime we see we take time before we make salam. We ask Allah answer our dua for them and for ourselves. And the ayat we recite today is ayat talk more about direction, prayer direction, al-qibla. So the qibla was praying to this country, Palestine, to Masjid al-Aqsa. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Allah sent him, he was praying. So before the prayer obligatory, five obligatory, he was praying all day in the evening, morning and evening. So then after Allah make five prayer obligatory on him, while in was in Mecca, he was praying direction to Masjid al-Aqsa, to Palestine. 13 years. So after he did immigration to Medina, 18 months, 1 year and a half, was praying direction to Masjid al-Aqsa until Allah tell him to change direction to Kaaba, because from the role of the last messenger, say Allah say, make that when last messenger come, his direction will be to Mecca. But this not happen in the beginning. In the beginning, direction still for other prophet direction, except Ibrahim. Other prophet direction was Jerusalem, Masjid al-Aqsa, al-Qudus. So in the beginning of the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to same thing until Allah changed to Masjid to Al-Kaaba. So therefore this was first thing happened in Islam to change something. Therefore Allah repeat many times, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجِتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. When you go anyway, you have to make your direction to Kaaba. Don't say, I am in Mecca, I make direction to Kaaba. When I go outside Mecca or when I go to Palestine, I will make my direction to Masjid Aqsa. No. Allah say, when you are everywhere you are, you have to do direction to Kaaba. This is was the first change. Something was some way and Allah changed it from that. This was change, first change in Islam. Therefore, Allah repeat many time, many time, many time. So he made the order to the Prophet and say to his follower, his ummah. So وَمِنْ حَيْثُ خَرَجِتَ, this is Prophet. وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. You have to do your direction to Masjid al-Haram, Kaaba. And you, your ummah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. When you go anyway, you have to do your direction to Al-Kaaba. So when you are in the inside the masjid of Al-Haram, your direction, you have to look for the Kaaba. You make Kaaba your direction. So, but if you are outside the Masjid Al-Haram, you are inside the Mecca, you have to do your direction where is the masjid, which is the al-haram. But if you are outside the Mecca, so your direction is where is Mecca. So like someone in Africa or in America, Mecca is in our east. So our direction is east. Don't say obligatory my direction, I have to
look where is Al-Kaaba exactly. You cannot have that. So just your direction is east. So where is the Kaaba? Your east. Your direction is east. The people in the very fine Asia, like China and Thailand and Japan, so their direction is to west. So they don't say Makkah is this direction exactly. No, the direction just is the west. So and the inside the Kaaba, you see the people, they are around the Kaaba. Some of them in to the east and the north, south, west, because they are around the Kaaba. All of them, they have to look to the Kaaba and make Kaaba the direction. So in the ayat we recite to from about to the eat the halal. So let's say everything is halal for us except something, because the thing is halal is more than the thing is haram. So about the meat, so the meat is what is haram, the animal who died but itself, this is haram, al-mayta. And blood, so blood is haram to eat. Some people, they cook the blood and eat, this is haram. The blood who is not haram, the blood not cannot pour like no liquid blood, like liver is blood but is still halal. And other one is look like leather, I don't know what is pancreas is cannot eat pancreas. In that pancreas is for ria. Abdullah, mahwa liver an animal. So and then something is look like liver, but you're putting a liver. Lung, okay, lung. So rare. Love too is you can eat blood. It's blood, but you can eat. It's halal. So and what is haram is pork. Pork is halal, is haram too. So Allah say pork is something is very mean, no good thing. Do not eat this thing. So Allah accept something make that halal haram, but many thing is halal. So the pork is haram, no way to eat pork. Even you cut, you slaughter the pork, still haram. So because you see, and some some meat, they write down the meat is slaughter by the way, Islamic way. How the pork slaughter Islamic way? Pork even slaughter is haram. So the others like cow and lamb, goat, if you slaughter, is halal. But if not slaughter, you shoot, is haram. But the pork not, this not happen. Even you slaughter pork cannot be halal. Pork all is haram. So we ask Allah to give us a better understanding of our religion. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم أخرج اليهود من عبد الأقصى أذلة صاغرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض انصرهم على اليهود الغاصبين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.